عمر، اديني عنوان للقاء الاهلي بالامس امام صن داونز، وهذه الخساره المتكرره للاهلي امام فريق الجنوب افريقي، ولكن هذه المره بهدف دون مقابل. طيب، هو المباراه فيها اكتر من عنوان بصراحه يا ابراهيم. لو خدنا العنوان الاول هو عنوان نفسي، ان الاهلي بقى عنده حاجز نفسي عن مع مباريات صن داونز في بريتوريا تحديدا. الاهلي بقى بينزل المباراه مش بقول خايف، ولكن عنده حاله من فقدان الثقه في تحقيق الفوز. حاسس ان الاهلي جرب كل حاجه مع صن داونز، واخرها اللي حصل امبارح. يعني اخرها اللي حصل فكره الكومباكت جيم، وان انا العب تحت الكوره، حتى بتصريحات كولر من قبل المباراه اللي قال فيها علانيه يعني تعلمت الدرس. فهو الراجل، احنا قعدنا موسم كامل نقول دي نقطه تحول، دي نقطه تحول، دي مباراه صن داونز، لكن هو ما كانش ذكرها خالص. كنا احنا اللي بنقوله وبنستنتج ان هو التيرنينج بوينت في الموسم كان ماتش صن داونز، كانت مباراه صن داونز، لكن هو قالها صراحه ليله المباراه، قال تعلمت الدرس وصن داونز فريق قوي. فالاهلي دخل المباراه ولكن تشعر بان الفريق عنده حاجز نفسي داخل المباراه. حاجز النفسي ده هنوضحه بالحالات وهو ايه سببه. يعني ماشي. العنوان الثاني اللي انا بشوفه بعيدا عن الحواجز النفسيه هو ان هل قرار مارسيل كولر بانه تعلم الدرس وانه يلعب كومباكت جيم او يلعب في منطقه الدفاع المتوسط، او ان هو يلعب في وسط الملعب. حبك لما تنزل لي بالترجمه. حلو، ما انت بقالك كتير مش معانا يا بيه. شوف، لا بس انا مذاكر. لا عيب، مذاكر ومتابع. بيه بيتكلم انجليزي يا بيه. بقيت تتكلم انجليزي خلاص؟ لا انت اللي بقيت. طيب خلاص، طيب انا باشا، انا مذاكر ومتابع اهو. الديفولت بتاع ضبط المصنع، انا بتاع العربي. طب يعني انا مذاكر اهو، ما رضيتش اقول لك بقى. انا خفت تخش تسرح بينا، تخش على البنتريشن باص. لا لا لا، لسه ولا البروجريشن. لا لا، لسه في مستقبل الحلقه. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في ان هو اختياره للاستراتيجيه دي. ماشي. الدفاع المتوسط، ان هو يلعب من وسط ملعبه، ان هو طريقه الكومباكت جيم اللي في وسط الملعب، هل القرار ده كان صح ولا لا؟ هو انا بشوف ان القرار كان سليم. لكن احنا دايما متفقين يا ابراهيم ان في الكوره مفيش قرار صح وغلط. ماشي. في تنفيذ صح وغلط. اللي اثار جمهور الاهلي في رايي وانا بتفرج على المباراه، او وانا بشوف واحنا بنحلل المباراه واحنا بنطلع الحالات، ان اللي ممكن يكون اثار جمهور الاهلي هو ان الاهلي لعب نص كوره، ما لعبش كوره كامله. حلو العنوان ده، خلينا نقف عنده. نص كوره، الاهلي لعب نص كوره، وبالتالي مفهوم النص كوره ده اللي هو الشق الدفاعي ولم يقم بالشق الهجومي. حلو العنوان. علاء، اديني عناوينك للقاء. انا اول عنوان محتاج اتكلم عنه هو انه احنا بقى عندنا الفرق عمال يتسع قوي في كل ماتش بين فريق مصري وفريق من جنوب افريقيا، او تحديدا بين كل فريق مصري وصن داونز. بنكتشف قد ايه الفريق ده سبقنا بخطوات كبيره جدا. سبقنا بخطوات لدرجه ان احنا اقوى فريق عندنا في مصر وواحد من اقوى الفرق في افريقيا، بيجد صعوبه لدرجه ان احنا دلوقتي بقينا احنا بنتكلم واحنا بنقول ان في حاجز نفسي، واحنا مش قلقانين، احنا مقتنعين بالجمله. لانه انا سمعت امبارح كابتن استاذ حسن مستكاوي بيتكلم معاك وبيقول لك لعيبه الاهلي بدات المباراه 5 دقائق كويسه جدا، بعد كده فقدت الثقه، وكانهم اكتشفوا بعد 5 دقائق انه احنا فعلا احنا في فرق كبير عندنا قله حيله قصادهم. بالظبط، في فرق كبير بين اللي احنا بنعمله واللي هم بيحاولوا يعملوه. الموضوع بيتسع، الفرق في كل مرحله لعب، في كل لعبه، في كل تحدي ثنائي بين لعيب من الاهلي ولعيب من صن داونز. بنكتشف قد ايه انه الفرق عمال يتسع. حتى تصريحات كولر دي نقطة مهمة جدا اللي عمر بيتكلم فيها. لما نروح بقى لتصريحات مكوينة مدرب صن داونز، وانا النهاردة جزء كبير جدا من كلامي مبني على يعني ويبينار كده او لقاء عمله مكوينة من حوالي 5 شهور، كان في شهر 6، كان شرح فيه افكار فريقه اصلا. يعني هو كان طالع ومعاه المحلل بتاعه اللي هو لوفتمان اللي كان شغال في منتخب مصر، وكان شرح افكاره قد ايه الراجل ده عنده ثقة في شغله وفي افكاره، ان هو يعرضها لمده ساعه كامله، بيجيب حالات لعب، بيجيب فيديوهات، بيشرح هو بيعمل ايه، بيقول ايه للعيبه، بيدربهم عليها ازاي. ثقه مرعبه في انه يعرف يقول كل ده في ويبينار مجانا لكل الناس من كل مكان في العالم، ومش قلقان، جاحد، وما زال بيكمل بنفس الطريقه وبيكسب بيها. يعني دي حاجه مش خايف شغله يتحرق وبتاع. بالظبط، ودي حاجه مهمه جدا. فالعنوان المهم جدا والبارز واللي احنا محتاجين نشتغل عليه النهارده هو انه الفارق عمال يتسع، واحنا اللي محتاج يتعلم الدرس فعلا مش بس مارسيل كولر، الرياضه المصريه بالكامل محتاجه تتعلم الدرس، انه ازاي فريق زي صن داونز ده قدر ياخد الفارق بيننا وبينه لهذا الحد البعيد جدا. علشان نبقى كل مباراه بنخش واحنا حاسين ان احنا الفريق الاضعف، او ان احنا الفريق الاضعف. فريق كوره متعلمين،
مظبوط، يعني متعلمين متعلمين بجد. مزبوط. الاساسيات الحلوه بتاعه الكوره، ولذلك انا متفاهم جدا فكره الفجوه عماله تتسع دي. الفجوه بتتسع جدا، وكل مباراه بنكتشف انها بتزيد في الاتساع، يعني هم بيتقدموا حتى وان كان عندهم غيابات، حتى وهم عندهم غيابات، لان سيستم اللعب مختلف. بالظبط صحيح.